بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون هؤلاء القوم راحوا أخذوا متاع الحياة الدنيا وتركوا نعيم الله الذي وعدهم في الدنيا وفي الآخرة فقال الله تعالى بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله يعني بئس الشيء الذي اختاروا لأنفسهم حيث استبدلوا الباطل بالحق المقترن بالباء هو المتروك اشتروا أو استبدلوا الباطل بالحق يعني تركوا الحق وأخذوا الباطل والكفر بالإيمان تركوا الإيمان وأخذوا الكفر في أخ بده يفتح شركة بده يفتح حمل الإسلام له نظام للتعامل المالي بيقول لك أخي أنا مالي مضطر أنه قيد حالي بالنظام الإسلامي أنا خلاص شو عم يشتغلوا الناس بدي أشتغل بزماناتهم بني إسرائيل هكذا فعلوا بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله أنا لست مهتماً بأن أنضبط بقواعد حلال وحرام بزمانهم بني إسرائيل هكذا فعلوا فالله عز وجل قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله وهكذا يا أيها الإخوة الله عز وجل ماذا أنزل؟ الله أنزل بس الصلاة؟ الله ماذا أنزل؟ بس أنزل بس الصيام؟ بس الزكاة؟ بس الحج؟ أو أن الله عز وجل أنزل إلينا كتاباً ليخرجنا من الظلمات إلى النور أو أن الله عز وجل أنزل علينا كتاباً لنسعد في الدنيا والآخرة أو أن القرآن الكريم هو نظام أو أن الإسلام هو نظام لكل حياة الإنسان المؤمن فهلا كل واحد بيناتنا برجل أو امرأة مطلوب إليه أن يجتهد أن يجعل مؤشر حياته ينضبط على الصراط المستقيم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً يعني حسداً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده بني إسرائيل كانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتحون على الذين كفروا كانوا يقولون لقد أضلنا زمان نبي سيبعث وسنكون معه نحن بني إسرائيل سنكون معه وسيقاتلكم ويقتلكم فلما بعث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به فالله عز وجل قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً يعني حسداً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده الله بيختص برحمته من يشاء يعطي من يشاء ويمنع من يشاء أحياناً أنت بتشوف رفيقك بالجامعة سبحان الله الله فتح عليه في العمل أنت مو مفتوح عليك بالعمل مفتوح عليك بالدراسة أحياناً رفيقك الله عز وجل فاتح عليه بالدراسة أنت أضعف عم تجتهد بس عم تكون أضعف أحياناً فتاة هي ورفيقتها رفيقتها بتتزوج هي ما بتتزوج يا لطيف يشتعل قلبها حسداً أو هو يشتعل قلبه حسداً بني إسرائيل حسدوا سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم على أن أرسل الله تعالى له النبوة وهي النبوة ليست مكتسبة يعني ما في حدا بيعمل شغلة بيقوم تجي له النبوة هذا فضل من الله عز وجل الله أعطاه لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اليهود ما هان عليهم أنه يا رب ليش تعطي هذا لازم تعطي واحد من عنا فالله عز وجل قال بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً يعني حسداً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده لذلك يا أخوان لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا. لكن شو بدي أعمل؟ واسألوا الله من فضله. لا تقول يا رب أعطيني مثل فلان، ما بتدري أنت بجوز ما بيناسبك مثل فلان. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ومن إذا أغنيته فسد. أنت لا تقول يا رب أعطيني مثل ما فتحت على فلان افتح علي. أنت اسأل ربك من فضله. فضل الله واسع، الله بيعطيك شيء ما أعطاها لأحد قبلك ولا يعطيها لأحد بعدك. الله عز وجل قال: فباءوا بغضب على غضب. قال المفسرون: الغضب الأول لعبادتهم العجل، والغضب الثاني لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. قال المفسرون: العذاب المهين مأخوذ من الهوان، وهو مقتضى الخلود في النار دائما. نسأل الله السلام لنا ولكم. فمن أدخله النار، الله عز وجل النار، وجعله خالدا فيها، فهذا هو العذاب الذي فيه كامل الذل. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، قالوا نؤمن بما أنزل علينا. إذا بني إسرائيل كان يقال لهم، اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، يعني على محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لا، نحن نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما نعلم من كتاب موسى في التوراة. الله عز وجل قال: ويكفرون بما وراءه، يعني بما سواه، وهو الحق مصدقا لما معهم. لو أنهم مؤمنون حقا بالتوراة، فإن القرآن الكريم جاء مصدقا لما في التوراة. قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين؟ مدام عم تقولوا أنتم مؤمنين بالتوراة، ليش كنتم تقتلون أنبياء الله؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات. كل الأنبياء يا أخوان جاءوا بكلام بين، بكلام واضح، بل إن الله عز وجل يري الناس حقائق ما يقص عليهم الأنبياء. اجعلوا كل جهدكم أن تستبينوا أمر الله عز وجل، ثم أن تعملوا وفق أمر الله عز وجل، وهذا هو الصراط المستقيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات، بالأدلة الواضحات، بالبراهين الواضحات، بالآيات الواضحات. ونفس الشيء يا أخوان، إذا كان الكلام لنا لقد جاءنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالبينات، بس ديروا بالكم شوف شو عملوا بني إسرائيل. قال: ثم اتخذتم العجل من بعده. مو بس خالفتوا أوامره، مو خالفتوا الآيات الواضحات، رب العالمين لم تؤمنوا به، وعبدتم عجلا من ذهب، غركم الذهب وأخافكم الصوت فعبدتموه. الله عز وجل قال: وأنتم ظالمون. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار. في ناس بيعبدوا الدنانير، بيعبدوا المصاري. أنتوا شفتوا شي حدا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حاطط مصاري وعم يعبدها؟ جواب: لا، ما شفنا. بس ما المراد بالعبادة المصاري؟ بالعبادة المصاري المراد أنه إذا كان موظف في دائرة عامة ما بيمشي المعاملة إلا برشوة، الله بيقول له لا تفعل، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيقول له لا تفعل، بس هو متى ما شاف المصاري ما عاد يقدر، بده يفعل. هذا مو عبد لله، هذا عبد للمصاري، ليس عبادة حقيقية. يعني هو ما حط المصاري وسجد له، لكن هو مشى وراءها ورمى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبينات الواضحات، رماهم أرضا. بنو إسرائيل هكذا رأوا الآيات البينات، بعدين تركوها وتمادى بهم الترك حتى عبدوا العجل. الله عز وجل قال: وأنتم ظالمون. الدرس لنا نحن المسلمين إنه إذا رأيت الآيات البينات، إذا قرأت الآيات البينات، أن تجهد في فهمها ثم أن تجهد في العمل بها.